250,000 عميل، فكل طلب هنا يتبارك أكثر، يكون اقتصاد. بس هالمرة خيوط الزعفران زايدين جرعة الدلع بمناسبة وصولهم إلى 250,000 عميل، فكل طلب يطلع معاه هدية: بخاخ الزعفران، بصوص الزعفران، وكريمة الزعفران، وبدون أي شروط وبأي مبلغ تجيكم هذه الأشياء هدية مع كل طلب. طبعا هذه الأشياء ترى مهينة، هذه في الأصل سعرها ب 105 ريال، لكن نسوين عرض لمدة 24 ساعة بلس، غير الهدية اللي تطلع مع كل طلب اللي هذه ثلاث أشياء، مسوين خصم 40% على كل منتجات الزعفران، وخصم إضافي للكود. متخيلين كمية العروض وكمية الهدايا؟ شيء سكت يعني، واحد صدق ما يقدر يتكلم بعدها. ما أنسى معلومة قالها مرة لي صاحب خيوط الزعفران، قال عشان نقدر نطلع نص كيلو من الزعفران نستهلك 70,000 زهرة، وكل زهرة يكون فيها كم؟ 3 خيوط، فعشان كذا الزعفران قيمته فيه، لأن الموضوع متعب ومكلف. كثير منكم يعني تاخذين شوي من الزعفران حطيتيه مع القهوة ولا مع الكبسة ولا مع الحلويات، يفرق، يعطيك ذاك الطعم، يعني فعلا طعم.